حادثة وحشية ما ظنش في أسوأ من كده. قصة رعب حصلت في شوارع بورسعيد، يا ترى إيه القصة؟ القصة ممكن لو شفتها فيلم استحالة كنت هتصدقها، لكن من الواضح إن الحقيقة بقت أبشع بكتير من الخيال. الحكاية ابتدت ببلاغ وصل للأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد عن أم جابت ابنها على المستشفى وهو بين الحياة والموت، والدكاترة اكتشفوا إنه واخد جرعة كبيرة من المخدر، وبمجرد وصول الشرطة والتحقيق مع الأم انهارت واعترفت بالكارثة إنها كانت هتخدر ابنها عشان تبيع أعضاءه، بعد ما كانت على تواصل مع واحد مع مافيا الدارك ويب وطلب منها أطفال لبيع أعضائهم، وهي قررت إنها تبتدي بابنها محمد اللي عنده 8 سنين. ومش بس كده، دي التحقيقات أثبتت إن كان في ضحية تانية في الطريق كانوا بيجهزوا لها بعد ابنها، وهو ابن خالتها وفي نفس عمر ابنها تقريبا، وأثبتت التحقيقات إنهم لقوا صور بينها وبين المتهم التاني للطفلين واتفاق على قتلهم وبيع أعضائهم. وده بيرجعنا نفتكر قضية طفل شبرا ضحية الدارك ويب. قولنا رأيك في اللي سمعته، ويا ترى إيه اللي ممكن يوصل أم إنها تتجرد من إنسانيتها وأمومتها وتعمل كده في أعز الناس ليها؟